اكتر المسلسلات اللي انت بتتابعها في رمضان السنه دي؟ الاسطوره نيلي وشريهان. هو سقوط حر. هي ودافنشي. الاسطوره بصراحه ولا مسلسل. مأمون وشركاء. كيف عمرو سعد. جراند اوتيل. انا بتفرج على القيصر. هي ودافنشي وبنات سوبرمان. افراح القبه. المسلسل اللي انا اللي هو كوميدي نيلي وشريهان ده. نيلي وشريهان. نيلي وشريهان ده الاسطوره. تمثيليه اسمها الاسطوره. انت بتابع ايه السنه دي في رمضان؟ بتاع مزاج الخير ده. اه مصطفى شعبان اللي هو ابو البنات. ايوه. طب ايه اللي خلاك تتفرج على ابو البنات؟ لان فيها دراما. ولا عشان فيها بنات؟ لا فيها دراما. وايه اشهر كلمه لمصطفى شعبان بيقولها في المسلسل؟ مزاج الكيف. زمان كنا بنقعد قدام المسلسل كان بيخليني زي النمر الاسود. النمر الاسود ده مسلسل؟ لا ده كان فيلم بتاع احمد زكي. آه. انا لفيت على القنوات كلها الفضائيه ان افهم مسلسل واحد. طب ممكن يكون العيب فيك انت مش في المسلسلات. لا يا عم العيب فيك. مشهد او كلمه يعني ربطت معاك في مسلسل الاسطوره؟ البطران سكته قطران. يا جماعه بيمشي ازاي؟ هتلاقيه نفخ صدره كده وماشي. اللي هو بيبقى عامل ازاي بقى صوته ده؟ خلاص يا ابا وامشي. طب تعرف تقلد لي نيلي كريم وهي ساكته في اول 10 حلقات؟ كانت بتبقى ساكته. طب ايه اكتر مشهد انت فاكره في المسلسل؟ بيقول له النت بطيق وانت بطيق وانا ما بقتش اطيق. هو باب كويس. باب كويس ازاي يعني؟ باب جامد يعني يقتل ويعمل وشبيح. انت بتحب الشبيحه؟ بجد والله؟ اداله اللايف بتاع الشاي قال له انت هتشرب شيشه انت معلم يا راح مديله بالفرخه بقى على دماغه. ماشي بس يا بابا. ما كان بيموت ازاي؟ مرايه الحب عاميه وانا فيها مش قوي ونار الحب حاميه وانا فيها بتشاوي ما بلاش ده معايا كفايه كده. ايه يا عم عامله اكل ايه النهارده؟ اللي بيعمل الحاجات دي عصام يا نمر حاجات مش عارف ايه مره وتقريبا وبعد الحجيه راح جايه حاجات مره مش عارف اقلده بصراحه بيعمل فيك. احاول. بيمشي ازاي؟ حاول حاول مش انا عامل معاك. كارين. انت ايه؟ كارينا. ايه كارينا ده؟ واحده اسمها كارينا. ده مسلسل ايه ده؟ مسلسل اندي. الايه؟ الاندي. هندي؟ إيه؟ وانت تتفرج على هندي؟ اي. هو انت هندي؟ ايه لا انا مصري بس لما احب اتفرج على ما تتفرجش على مصري؟ ايوه من المصريين تماثيل كده. تماثيل ايه؟ غريبه الشكل. اسمها ايه الهندي؟ اسمها كارينا. كارينا؟ اي. بس كارينا ده بيتلبس. كارينا اي بيتلبس عادي. بس كده. اي نكمل الحلقه الجايه.